عايز أتعلم أتواصل مع الناس، الموضوع سهل ولا صعب؟ ده كان سؤال شاب عنده 20 سنة عايز يتعلم إزاي يتعامل مع الناس وتواصل معهم. فسأل كل اللي حواليه فدلوه على راجل حكيم، قالوا له هو اللي هيجاوبك على اللي أنت عايزه. راح للراجل الحكيم قال له يا ابني بالطريقة اللي أنت عايزني أقولها لك مش هيبقى عندي إجابة ليك، روح عالم الحيوانات هم يدلوك على اللي أنت عايزه. راح للأسد ملك الغابة بيسأله بيقول له أنا عايز أعرف أتواصل مع الناس و يكون علاقتي بيهم كويسة لأن أنا مش عارف أتعامل معاهم. فقال له بص، ده أنت لو كنت جيت لي من شوية كان الناس بتحترمني، كان الحيوانات بتحترمني، وكان حتى أشبالي كانوا بيحترموني، دلوقتي بيجوا فوقي ومعادش حد بيحترمني. فلو أنت عرفت إجابة ليه بيعملوا فيها كده احكي لي وقول لي. لكن روح عالم السمك، السمك بيعيشوا في جماعات يعرفوا يقولوا لك إيه الحل للموضوع ده. راح لقى سمكة بيسألها بيقول انا عايز اتعلم ازاي اتواصل مع الناس، قالت لو كنت جيت بس من يومين كل اهلي سابوني، كان عندي اهلي ومعارفي وولادي كله سابني ومشي. لو عرفت انت حل الموضوع ده قول لي، انا اعرف ان في راجل فلاح هنا بيزرع الارض اساله هو يدلك. راح للفلاح بقول له انا عايز اعرف اتعامل مع الناس ازاي واتواصل معاهم. قال له يا ابني انا عندي مشكلتين، كل ما اجيب حد يشتغل عندي يسيبني ويمشي، تاني حاجه كل ما ازرع الارض بتاعتي في الشتاء يجي الصيف عليها يتحرق المحصول. قال له يعني مش هتعرف تجاوبني؟ قال له اللي انا اعرفه يا ابني ان في فوق الجبل اللي جنبنا ده كتاب موجود في صندوق، لو لقيته الكتاب ده هيجاوبك على كل الاسئله اللي انت عايز تسالها له، ولكن الشرط الوحيد ان انت تجاوبني على ليه الحاجه دي بتحصل معايا وايه الحل اللي فيه. قال له ماشي. غاب يوم ورجع مبسوط جدا. فالراجل بيساله بيقول له انت لقيت الحل؟ قال له آه، الكتاب بيقول انتهز الفرص، الحل الوحيد في التواصل مع الناس هو انتهاز الفرص. قال له طب انت سألته عليا؟ قال آه، الكتاب بيقول ان الارض بتاعتك موجود تحتها معادن وبترول فهي حامية، فبيجي عليها الصيف تحرق اي حاجة فوقها. قال له يعني ايه الحل؟ قال الكتاب بيقول ان انت لو حفرت متر واحد تلاقي بترول فتبيعه كثروة. قال له يعني ايه الحل؟ قال له انت تحفر. قال له طب انت شاب صغير ما تحفر انت وتاخد الثروه بالنص. قال له انا اوسخ هدومي؟ قال له توسخ ايه يا ابني، ثروه بالنسبه لك؟ قال له لا 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 يا ابني ثروه لا. سابه وراح للسمكه. قالت له عرفت حل؟ قال لها اه. قال لها الكتاب بيقول ان انت كلتي جوهره كان في 2 حراميه فوق الجسر بيتشكلوا مع بعض انه مين ياخدها، فقامت واحده منهم فانت اعتبرتها طعم فكلتيها، فعمت عملك تسمم، فكل اللي حواليك شافوكي فقالوا ان انت هتموتي فمرضوش يشوفوك وانت بتموتي فسابوكي مشوا. طب انت عرفت حل نعمل ايه للموضوع ده؟ قال لها اه، لا لو حد مسكك بس وضغط عليك ضغطه يطلع منك الجوهره وتعيشي وخلاص. قالت له طب ما انت تعمل كده وخد الجوهره وبيعها وانت تعمل ثروه، انت شاب صغير. قال لها يعني اوسخ هدومي واظفرها؟ ده انا معايا كتاب، انا ما كنتش عايز محتاج حاجه من الدنيا يا ابني. ثروه بالنسبه لك؟ لا ما انا معايا الكتاب مش عايز اعمل حاجه زي دي. سابها وراح للاسد. الاسد بيقول له ببساطه عرفت حاجه حل الموضوعي؟ قال له الكتاب بيقول الاسد حيوان ذو انياب ومخالب وهو ملك الغابه، اذا احترم الحيوانات لا يحترمه، واذا انقض عليهم واكلهم احترموه. فالاسد امطت عليه واكله. ببساطه ده الوقت، ده مجهودك، ده فرصك الضيعه، ده دراستك اللي انت بتهمل فيها وهي فرصة ان انت تحسن من نفسك، ده وقتك اللي ضاع، شبابك اللي ضاع، هياكلوك. الاكل هنا بمعنى استكمال للخسارة، استكمال لتضيع الفرص، استكمال للفشل الحياتي اللي انت ممكن توصله بعدم استغلالك للفرص. عندك فرصة ان انت وانت بتدرس تطلع من الاوائل فتتكرم فتوصل لحاجة افضل. عندك فرصة ان انت وانت بتشتغل تبذل مجهود اكتر فتبقى افضل فتاخد منصب افضل. عندك فرصة الوقت، في استغلال الوقت في القراية، في استغلال الوقت في دورات، في استغلال الوقت في معرفة ناس ينجحوك مش يفشلوك، لكن انت بتضيعه. حل مشاكلك وانتهز فرصتك اللي انت موجود فيها دلوقتي، وبتكلم على كل الاصعدة. عندك زوجة كويسة استغل وعيش حياتك بسعادة. عندك زوج كويس مش تضيعيه من ايديكي ويحصل فشل وطلاق. عندك اب ينصحك استغل واعرف وافهم منه. عندك ولاد كويسين ما تضيعش علاقتك بيهم. عندك اي حاجة في الحياة نعمة استغلها للأسد ياكلك. اسد الوقت،
الوقت أسد الفشل أسد كل حاجة في حياتنا. شكرا لحضراتكم، بالتوفيق.